السلام عليكم الأصدقاء والصديقات. اليوم غنتكلموا على الهواية ديالي اللي عارفينها هي الجارديناج، وغنبين لكم هذا آخر ما توصلت به التكنولوجيا، وهو مينيتري باغ ويفي. يعني هذاك تقدر تسقي به في أي مكان، مثلا إذا بغيتي تسافر أو كنتي مثلا خارج أرض الوطن، خارج المغرب، ويمكن لك التحكم في السقيان ديال السقي ديال النباتات ديالك عبر الويفي. هو خاص البلاصه اللي غتكون فيها يكون فيها الويفي، وهذا تكون مشغل بالويفي ديال الدار. هو سميتو بيهيف، والثمن ديالو 99 دولار كندي، سهل في الاستعمال ديالو. انتما كما كتشوفوا هنا كاين هذه البياسه ديال الوسط، هذه البلاصه كحله، هذه كديرها في البريز وهي اللي كيدخل الويفي. وهاد اللي على اليسر اللي بالكري بالرمادي هي اللي تتركب في الروبيني. ومن طبيعه الحال التليفون ديالك تدير فيه لابليكاسيون ديال هاد الشركه، ديال الشركه ديال اوربيت، الشركه ديال اوربيت، والماركه سميتها بيهيف. من بعد كتبقى تتحكم فيه فيما بغيتي، اي بلاصه كنتي خارج كتيب جالس في المقهى ونسيتي ما تسقيتيش، ولا كنتي خارج مسافر، ولا خارج ارض الوطن، وكتبقى تسقي فيه غير بالويفي. وكتقدر تختار الوقت اللي بغيتي ديال السقي، ولا تخدمه مانيوالمون. مثلا بغيتي تبداه دابا، واحد شويه كتقول لي ستوب وتتورك على ستوب وتيوقف. هذا اخر ما توصلت لي التكنولوجيا في عالم السقيان بالويفي. ومن طبيعة الحال كاين هذا مانيوال، هو كما كتشوفوا من شركة ميل نور، هذا مانيوال. وكاين ماركات اخرين، وكاين هنا هادو ديال السقيان، هاد سبرينكلر، لي سبرينكلر هادو تتعرفوهم ديال الرشان. كاينين هادو ديال الكاردينا تيدير 34 دولار، هذا ماركة ألمانيا، هاد كاردينا ديال ألمانيا. كاين ما يتشاف هنا، كاين هادو الروبينيات ديال السقيان. هذا مثلا عندك فيه بزاف ديال الريكلاج، تقدر دير مثلا البغوياغ، دير الضبابات، ترش برشان ديال الدوش، ترش اللي بغيتي، غير تدور ليه هادي وكتريكل داكشي اللي بغيتي. الا بغيتي تخرج الروبيني ديالك تخرج منه جوج، هانتوما كتشوفوا كتخرج منه جوج، ومن هنا كتحبس الماء. هادي تتهبط كتهبط الماء، تهبط. الا بغيتي تحل الماء كتطلع هادي وكتستعمل هذا، بغيتي تستعملهم بجوج تطلعهم بجوج. كاين هذا فيه ربعة تديرو في الروبيني عندك، وكيخرج لك ربعة وتتحكم فيهم بهادي تدور. كاين ماركات بزاف، كاين هذا كتقدر ترش به ا ديستانس، شي هذا عنده طويل، عنده الجعبة وغادي حتى الفوق، تتركب فيه الروبيني. هنا حتى هو ديال غاردينا المانيا، صنع الماني. وهادو لي زادابتور ديال اللي كتقدر تزيد الروبيني، حتى هما من صنع غاردينا. من طبيعة الحال كاينين التيوات، كاين هنا هادو التيوات فين كتجمع التيو، هذا الرولو فين تجمع التيو، هذا تا هو رولو فاش كتجمع التيو. حنا جينا لواحد الجناح اخر، ميمكنش لي انني نوريكم كلشي، هذا راه مكازان كبير، ولكن كنوريكم هذاك الشيء باختصار. عالم الجارديناج هذه باش تحيد هذوك لي زيرب سوفاج. شتيهم فرشات صغيرة، هادي باش كتحزم
كتحزم من النباتات ولا كتحزمهم بهذا الا بغيتي هذوك النباتات اللي تتسلق. كاين قص ديال الجارديناج هنا، كاين داك النباتات هانتوما كي تشوفوا الجلبانه فجال لي زبينار عطيشه كلهم ديال عندما كتشوفوا هنا خيزو اللوبيا الباربا ثاني كاين هنا جميع انواع المعدنوس كاين الورود هادشي ديال الورود يعني راه كثير 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 كان كاين هنا كاين هنا كاين هنا مطيب الحال. هنا كاين آلات اخرين، هذه آلة باش يقطعوا الغازون من غير هذيك الطوندوز، ماكينه ديال الغازون هذه الاماكن اللي تتكون صعيبه باش تدخل لها الطوندوز تقطعهم بهذه الاله هذه. هما كاين فيهم اشكال، كاين اللي بالخيط وكاين اللي بلا خيط، وباش يتقطع الغازون هذه تبقى تدور بالجهد، هذه تبقى تدور وفيها هاد جوج خيوط هما اللي تيقطعوا الغازون في الاماكن اللي تتكون صعيبه ما تدخلش لها الطوندوز. عندك هذا الكاسك الا بغيتي ديرو على قبل الصداع ديال الا كانت عندك شي اله، هادو الخيوط اللي تيتركبو في هما بحال السبيب هما اللي تيتركبو في ديك الاله. من طبيعه الحال كاين هنا دوك الفيسان وكاين كاين الرطوات كاين البالات كاين هذا كيديروه الا مثلا بغيتي دير شي حديقه قدام الدار وما بغيتيش هذاك اللي غبصو فاجينوط كتفرشها وكتلوح فوقها مثلا حجار ولا كياس ولا شي حاجه دا ديكور وما تيبقاش ينوض داك اللي غبصو فاج لان هادي كتزمطو بحال بلاستيكه. كاينه هادي عاوتاني كتحيد بها لها غبصو فاج هادي شتيها هادي آلة كبيرة دايرة 39 دولار، كتشدها من هنا كتشدها هكا وكتدخلها في هاديك، هادي كتدخل في الأرض كتدخل في الأرض ومن بعد كتورك عليها برجليك وكتدور، هادي كتورك عليها برجليك وهادي كتدخل في الأرض وكتدور وهاديك النبتة كتدور مع هادي وكتجبد كتجبد من الجدر ديالها داك لي عصوفاج. هادي كاينه اخرى وحده اخرى عاوتاني بشكل اخر حتى هي كتجبد بها داك لي عصوفاج. يعني عالم عالم. هنا كاين هادوك لي غازيبو لي تيديرو في الجرادي، تيكون غازيبو هو هذا الغازيبو، الثمن ديالهم هو 495 دولار، 399 على حسب ديمونسيون على حسب الكبوريه ديال سميتو. هنا كاين حتى 1095 دولار، هذا هو الغازيبو كيتبنى في الجردة. هذا كاين الطابلات هنا ديال الجاردان وكاين هادو لي باربيكيو فاش تقدر دير الباربيكيو، راه كاينين وحدين اخرين الجهة الاخرى، يعني مكازان كبير خاص هادشي ديال الجارديناج. المهم ما نطولش عليكم، نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. كان هذا فيديو اللي كيهمني انا وكيهم بعض الاخوان بخصوص الجارديناج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.